جابه هنا؟ انت ايش سوالي؟ سوى؟ جاي يقول اني بشتري حمام يوم وريته كل الحمام اللي عندي وطيرته، قال ما معي فلوس. يا ابن الحلال انت حط عقلك بعقل الله يفص. وش بلا ما يحط عقله بعقله؟ خله يطلع الله يرحمه. ما يطلع. انت تدري حمامي من العصر وهو مغيم فوق ما رجع لها الحين؟ ما ابن الحلال لا يجينا ابوه يقعد يغثنا يقول. ما علمنا خله ياخذ درس ثاني مره ولا يعوضني. اذا ما يعوضني ما يطلع بالصندوق. يا سليم تراك انت هبلتنا انت حمامك ما اختلفنا، طير حمام وتولع فيه وقعد طاق ومسوي اللي تبي، بس بشويش يا اخي. يا اخي احب الحمام احب، ايش عليك مني؟ يا ابن الحلال ما اختلفنا، حب الحمام بيدينك ورجلينك، بس لا تضيع عمرك شوف رزقك. ها وانا قايل لا؟ الحمام تولع فين على كيفك، بس رزقك البضاعه. جبت البضاعه تحت. طيب شلون بصرفها؟ انا اصرفها لك.